حدوته بتقول ايه؟ حدوته لذيذه، بتقول انا متجوزه من فتره مش كبيره، ساكنه قريب من حماتي بعمارتين او حاجه شبه كده. احنا كان في وعد بينا من الاول انا وجوزي انها مش هتتدخل في حياتنا وان كل واحد هيعيش في شقته في حاله، بس الحقيقه العكس بدا يحصل، بدات تتدخل. والاكبر من كده كمان، رحت عند ماما ازورها يومين لقيتها بتزعق لي في التليفون، انت ازاي تسيبي جوزك في البيت لوحده على الرغم ان هو ما كانش عنده اي مانع لما انا نزلت وانا عامله الاكل وعامله اللي عليا ومش ناقصه اي حاجه خالص. بعد كده هي معاها مفتاح الشقه بتاعي، لقيتها في يوم وانا مش موجوده في البيت راحت شقتي فتحت ودخلت بحجه انها كانت قلقانه علينا لما ما ردناش على التليفون، ودخلت الشقه عادي. فهي الحقيقه اللي بعتت الرساله متضايقه جدا من الوضع ده. ايه رايك يا منى؟ شوفي، من اول الكلام انت بتقول كان في وعد بينا انها مش هتتدخل. وعد بينا يعني معناه ان كان في موقف، وان هي قالت له وعدني ان مامتك ما تتدخلش، يعني كان في تدخل وهما لسه بيجهزوا لسه بيعملوا في تدخل مضايقها. يعني ما انا مش عارفه هي متضايقه من ايه، لان الام حما ام، يعني لو حماتي بتنزل معايا وبتجيب لي حاجات وتوضب معايا ليه لا، بس ما اعرفش الروح بينهم ايه. دي حاجه. تاني حاجه، الحاجه اللي مش عجباني ان انا رحت ازور ماما يومين. يا بنتي بلاش، يا بنتي انا لو بنتي جت تقعد عندي يومين اقول لها سايبه جوزك ليه؟ يعني ازاي اسيب جوزي واقعد عند ماما، ما ازور ماما وارجع ابات في بيتي؟ يعني ايه فكره ان انا اخد هدومي واروح عند ماما؟ يا حلاوه. طب ما الراجل هيتعود، هيودي حاجته اللاندري، هتبعتي له حد ينظف له، هيرتاح من زن العيال لو كان معاكي عيال واخداهم في ايديكي، ويرتاح من زنك ان انت ترجعي، يرجع من الشغل عايزه ترغي معاه، فانت بتريحيه، بتفصلي دماغه، حملي المسؤوليه، روحي زوري ماما وارجعي تاني. انا فكره، بس كمان انا لو حماه مش هتدخل، يعني انا لو مكان حماتها مش هقول لها ليه سبتي جوزك ورحتي عند مامتك، انا ما اتدخلش. دي حاجه تخصهم هما الاثنين. بس انا بنصح الست او العروسه او اللي لسه في بدايه حياتها تروحي تشوفي ماما وترجعي. يا حبيبتي ليكي بيت جوز، ليه طلبات، ليه متطلبات. النهارده ماسك التليفون بتخشي له 90 واحده بالصدفه او مش بالصدفه، بالقصد او بغير قصد، بتدخل له 100 واحده على الماسنجر وعلى الفيس تايم، واللي معاه في الشغل واللي شافها بنت الجيران، واللي ليه تسيبي مساحه؟ يعني مش معناها، يعني اي واحده هتقولي طب يعني انا هلزق له مثلا من رحت عند امي في حاجه، روحي عند امك اعملي لها كل اللي هي عايزاه وارجعي باتي في بيتك. انا رايي، مش عايزه ابطل كلام في الموضوع ده. هو انت عندك حق، شفتي بيقول لك ايه؟ في واحد بيقول ان هو، انا مش هقول هو مين عشان ما اعملش مشاكل في البيت، اول حرف من ان هو في اسعد لحظات حياته لما هي بتروح عند مامتها. واضح ان في اجماع في الكنترول على الموضوع ده، بس ده مش صح، مش صح، مش هقبل الكلام ده. بصي، لو هي والدتها يعني بعافيه شويه وتعبانه ولا حاجه وراحه تاخد بخاطرها تزورها تعمل لها طلباتها، هي بنتها الوحيده مثلا، ممكن كلام من ده. اقعد عند امي يومين، في اطار يومين مش هيجرى حاجه يا منى. ما هو الراجل برضو، ما هو لو عايز يتلكك وفي واحده ولا 100 واحده، ما هو هيعرف يلاقي له 100 حجه و100 تلكيكه. وبتوصل لنا قصص كتير بتبقى الست ايداله صوابعها على 10 شمع، وفي الاخر بيقول لك اصلها مش مهتمه، اصل هي عملت باميه وانا طلبت مسقعه. اللي عايز يتلكك هيتلكك، مش دي قصتنا. بس انا هقول للست للحما، اذا كنت انت فعلا ده من منطلق خوف عليهم، خوف على مصلحه ابنك، وخوف على بيته، وخوف على مراته، فطبعا ليكي كل التحيه والتقدير. بس عايزاكي تحطي نفسك مطرح البنت دي وترجعي بالذاكره شويه لما كنت لسه في اول جوازك. هل كنت هتقبلي ده ولا لا؟ ان قبلتيه بحسن نيه يبقى انت نيتك سليمه. وطبعا انا مش بشكك في نوايا خالص، واعوذ بالله ان انا اعمل كده، لان في الاخر هي ام همها مصلحه ابنها. بس طالما ابنها اتجوز بقى عندك ابن وبنت، فهتتعاملي مع الاثنين بنفس الحب وبنفس الروح الحلوه. وان لقيتي البنت واخده موقف او حاسه ان دي مثلا ممكن تكون سيطره زياده منك او تدخل زياده منك او ان انت بتيجي عليها زياده، اقعدي اتكلمي معاها وحبيبتي انا زي مامتك، ده انا خايفه عليكي، ده انا بحبك. الكلمه الحلوه يا جماعه بتدوب التلج اللي بين اي اثنين في الدنيا ايا ما كان شكل العلاقه اللي بينهم. وفي حاجه كمان، سوء الفهم بيخلق مشاكل دايما. صحيح. وحاجه كمان هي قالتها برده مش لطيفه، فكره ان هي طلبتهم في التليفون فما ردوش فقلقت جت فتحت بالمفتاح. دي خصوصية، ابنك بقى ليه خصوصية، مراته عايزة تلبس براحتها، هو عايز يتكلم بصوت عالي. يعني ما ينفعش حتى، يعني الاستئذان ده واجب في الدين، يعني احنا نضرب الجرس 3 مرات لحد طلب. دلوقتي في موبايلات، انا جايه اشوفكم، طب ما ردوش على الموبايل، طب يعني في اي حاجه اكتب رساله لما تصحوا كلموني. لكن فكره ان انا اروح وافتح عشان ده ابني او دي ده بيت بنتي، غير مقبول، مش غير مقبول. ويمكن كان في قصه كانت صاحبتي في مره خدت رايي وكانت بتشاهدني عليها فعلا،
ده هي الحما جت قعدت معاهم في البيت كام يوم تغير جو، كانوا لسه متجوزين بقالهم اسبوع. وبعدين افتكرت فجاه ان هي نسيت تقول لابنها حاجه، فبعد ما هم دخلوا اوضتهم المفروض هيناموا بقى، فتحت الباب بدون استئذان ودخلت عشان تتكلم مع نسيت اقول لك ان بكره مش عارفه مين جاي وده. فطبعا البنت كانت منهاره ومتضايقه انه ده اقتحام واضح وصريح لخصوصيتها، للست دي تحديدا او من شابه الست دي اللي هي بتبقى عاملاها بقصد ان كسر البنت، او ان انا لا ده ابني وهتدخل، ولا ده ابني انا خايفه على مصلحته، انا بحبه اكتر منها، او عندها نزعه غيره بس للفئه دي. بقول لها هل هتكوني مبسوطه لو بيت ابنك اتخرب؟ هل هتكوني مبسوطه لو بنت الناس اللي هي الحياه جت بحسن نيه ودخلت في وسطيكوا ودخلت في وسط العيله خلاص هي انضمت لعيلتكوا زعلت وخدت بعضها ومشيت؟ طب هل لو عندك بنت هتقبل عليها نفس الحاجه ولا لا؟ جاوبي على الاسئله دي. وطبعا انا مش بفتش في نوايا، وربنا يصلح الحال يا رب ويهدي سر الناس كلها.